بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعه من بقاع الدنيا. جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضرتكم في هذه التغطيه الخاصه لاستقبال ابطال افريقيا ثالث العالم اصحاب البرونز الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي المصري صاحب الالقاب وصاحب التاريخ الكبير الطويل والعريض سواء في البطولات القاريه او حتى في المحافل الدوليه. النادي الاهلي يعود اليوم بعد ختام منافسات كاس العالم للانديه ومشاركه متميزه على جميع الاصعده اداريا وفنيا وايضا كمان جماهيريا. جماهير النادي الاهلي صنعت الحدث في ابو ظبي. جماهير النادي الاهلي كان لها الدور الكبير في هذا الانجاز الرائع بصعود النادي الاهلي على منصه التتويج للمره الثالثه خلال سبع مشاركات للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه النهارده كده الصبح اول ما تصحى وتفتح عينيك اول حاجه بتتذكرها الانتصار العظيم والاداء الرائع والشكل المميز اللي ظهر بيه الامس النادي الاهلي في ختام مباريات كاس العالم للانديه والفوز على فريق الهلال السعودي باربعه اهداف مقابل لا شيء انتصار ما فيش احسن من كده وما فيش اروع من كده ولكن النادي الاهلي دايما معودنا من رحم الصعوبات بتولد البطولات. النادي الاهلي دايما معودنا لما بيكون عنده مناسبات ايا كانت الظروف اللي بيواجهها بيشتغل عشان يكسب ويحقق نتائج عشان يسعد جمهوره في كل مكان. يعني نقدر نقول لو بنتكلم على اشد المتفائلين بمشاركه الاهلي في هذه البطوله لم يكن يتوقع في ظل الظروف اللي واجهها الاهلي قبل انطلاق كاس العالم للانديه ان ممكن الاداء والنتيجه توصل للمرحله اللي احنا شفناها بالامس في ختام مباراة هذه البطوله والاهلي يفوز على الهلال السعودي بطل اسيا باربعه اهداف مقابل لا شيء غياب عناصر اساسيه اصابات عديده لابرز العناصر خلال الفتره الاخيره عدم جاهزيه للمجموعه اللاعبين الدوليين من خلال المشاركه في هذه البطوله الجهاز الفني وجد صعوبه كبيره جدا اخر شهرين في التحضير لهذه البطوله كل الصعوبات اللي ممكن تتكلموا عليها لاي فريق وهو داخل على معترك ومنافسة رياضية كبيرة زي كأس عالم أندية ممكن تقول زي ما أنت عايز تقول، ولكن هنا شخصية البطل هنا اسم ومكانة النادي الأهلي، لما بيحضر الأهلي في أي بطولة وفي أي مناسبة لازم يقول كلمته ولازم يسعد جمهوره ولازم جمهوره كمان يصنع الحدث في أي حدث دولي، النادي الأهلي فوزه بالبرونزية أو الانتصار الجيد في هذه البطولة سواء على بطل آسيا زعيم الكرة الآسيوية نادي الهلال السعودي أو حتى الفوز على مونتري بطل المكسيك بطل الكونكاكاف ده إن دل على شيء بيدول إن أنت عندك شخصية بطل فريق هو أفضل فريق يمثل مصر ويمثل العرب ويمثل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية مع كل حدث ومع كل مناسبة بتقول يا كاتب التاريخ لغاية ما كاتب التاريخ خلاص بقى ما بقاش لاقي صفحات يكتب فيها من كتر التواريخ والارقام والالقاب الخاصه بالنادي الاهلي خلال السنوات الاخيره احنا